متتبع قناة شوف تي في أول مرة من بورد، جماعة تابعة للتراب ديال الإقليمي ديال مدينة تازة، حتى هي ما سلمتش البارح من الكارثة البيئية اللي كانت جراء التساقطات وأمطار الخير، لكن أضرار خطيرة، أضرار جسيمة، لا على المنازل ولا على الضيعات الفلاحية ولا على مجموعة من الأمور. للتذكير فإن بورد منطقة كتعتمد على الفلاحة بزاف، ولاد خطط الفلاحة في هذه المنطقة كيكون هناك من بورد. معنا واحد الفاعل الجمعوي اللي الشباب اللي ناجحين في هذه المنطقه واللي كيعجبني الاعمال ديالهم انا كشخصيا، اللي غادي يعطيني تقييم ديال الحصيله ديال الخسائر الفادحه البارح، وغادي يدير معنا واحد الجوله على هذه المنازل اللي متضرره يا اخي. السلام عليكم، اولا كنرحبوا بالقناه. حنا كما كتعرفوا من المتضررين اللي ضروا بزاف، هما الساكنه، وكتشوفوا الصوره قدامكم، راه الناس ضروا هنا اكثر من 30 ديال المنازل اللي ضروا بالمياه اللي دخلت المياه، والمستوى ديال المياه راه اكثر من متر، وضاعوا في الحوايج وضاعوا في بزاف، كاينين الناس اللي ضاعوا حتى في الفلوس. وما كتشوفوا انت، نمشيو عند اول متضرره اللي ضرات هنا في شدت الامطار البارح. البارح الامطار بدات في العشيه وهذاك جوج ونص، وهنا كما كتعرفوا الامطار ما كتعطيش موعد، راه في ربع ساعه كيولي الويدان حاملين، وحنا كناشدوا المسؤولين يشوفوا من حالنا ويشوفوا هاد الناس اللي ضروا، وكنطلبوا بالحل الفوري قبل ما نطلبوا بالتعويضات الا كاينين شي تعويضات. بسم الله نمشيو تبع قناه شوفي، غادي نشوفوا واحد الجاره اللي رجينا لقيناها كتبكي. والله مشينا فيها ماشي غير كلها. واه عندك اختي، واه واه ورينا شنو عندك من ضرب. مرحبا. شنو اللي ضاع لك هنايا؟ زيد عليا هذاك كلشي، ما بقات لي حتى حاجه، العوله السدادر ضاعوا. مع ذاك الاخر، مع ذاك الجوج. هجمت عليكم؟ هجمت على الواد اللي طلع فيه الواد، وما بقات لي حتى حاجه، غير الحوايج انا طلعتهم كلشي للصحراء راه هما هنا جالسه. شنو بقى لينا؟ شنو ضاع لك؟ شنو ضاع لك؟ كلشي كلشي، داكشي اللي كيكون في الدار. انا راني بوحدي، انا ساكن غير بوحدي، ما عندي حتى حاجه دابا. ها انت كتشوف، ها انت ادخل وتشوف الدار، ها ها الصاله ديالي، ها سير طلع عليا واش تشوف. خدمت غير داك السدادر اللي كانوا الفوق، ما بقى لي شي حاجه اخرى، كلشي كلشي هزيت، ما بقى لي حتى حاجه، ما بقى لي الطحين، ما بقى لي الزيت، ما بقى لي حتى حاجه. كلشي رشاك كنت قال رشاك كلشي دابا طلعت وسط، راه في السطح. شنو كنخلي؟ خليت غير هادو كانوا فوقانيين، كلشي جمعتو منين كان داكشي. بالنسبه لهاد الناس راه الارض الضرار ديالهم راه مدوبله، راه هاد الناس كيعتمدوا على الفلاحه، كيعتمدوا على الفلاحه، راه كاين اراضي فلاحيه، اراضي فلاحيه مشات لهم الفلاحه ديالهم والمحاصيل ديالهم، ومنقوم مشى لهم الحوايج ديالهم، مشى لهم الحوايج ديالهم في الديور هنا، راه دخلات الماء، راه واحد الكارثه اللي وقعت. الا كنقول كلهم ضروريين والعشرات. دابا انت هي، دابا انت هي المدخول ديالك يكون غير من الفلاحه يمكن. اش من المدخول اللي عندي؟ عندي الراجل راه مجوج عنده المرأة أخرى، أنا راني بوحدي هنايا، أنا داكشي اللي عندي راه مشى، شنو بقى لي هنا؟ اش كان عندك اللي مشى؟ مشى داكشي اللي كيكون في الدار، أنت كتشوف. الزيتون مشى الكيشنو مشى الزيت مشى الطحين مشى كلشي، داكشي كيكون العولة الدار الصلاة، ها أنتوما كتشوفوا في الزقاد كلها طلعتها للسطح، شنو بقى لي؟ راه ما بقات لي حتى حاجة، أنتوما كتشوفوا بعينيكم، جيتوا عندها فلاحة أنتوما كتشوفوا. متبعي كرام، مجموعة من الكوارث جراء الأمطار الخير، وإن شاء الله غنشوفوا منزل آخر. السيدة كشك اختي، اش مشى لك انت؟ اخويا مشى ليا كلشي، ما بقات ليا حتى شي حاجة، مشى الدب ديالي، مشى لي الوراق ديالي، مشى لي البيرمي ديالي، مشات لي داري كاملة، ما بقى لي لا فراش لا صالة، بلا بيت نعاس، لا ما ناكل حتى حاجة، بقاو لي غير الحيوط، هادشي اللي بقى لي هنايا. كيف دا الذهب ديالك مشى لك من هنا؟ مشى لي من هنا، الواد كان كيدخل وكيخرج، ما عندكش ما تشي. الواد كان حامل كيدخل يفوت منه. الواد دخل من هنا، ملي دخل الواد من هاد الجهه الباب كانت مشدوده علينا، جاو الناس كيجريو كيقول لك خرجوا غير نتوما، زعما تفكوا غير بوحبل ديالكم، الباب ما بغاتش تحل، حتى هو جا واحد الرجل واحد السيده وربي به، هما اللي هرسوا الباب، ما نعرف كي داروا له، خرجني المقدم على دارو، وانا اللي هزنا المقدم وخرجني، والواد كيدي وكيخرج، ما بقات لي حتى شي حاجه، دابا حتى فراسي ماشي لورمان، ما لا اله الا الله، ما بقات لي حتى حاجه. دخل عليا الواد ملي كل واحد شاد الزنقه، كل واحد مبني حيط، لا قانون لا اوراق لا حتى حاجه، كيحطوا كيبنيو كيحطوا كيبنيو، اللي عنده شي اوراق على شي بلان يجبدوا،
اللي عنده شي حاجه مسؤول على شي حاجه يجبدها يبني قانونيا. رحنا عندنا الفوضى، حنا ما عندناش القانون، ما عندناش الجماعه، ما عندنا حتى حاجه. لا اله الا الله، حتى حاجه ما راهاش عندنا. بس كونيكسيون قولها. عندنا الجمعيات داخل. كاين الشباب، كاين الشباب. راه من الربعه وانا كنغوت. هي اللي منعات. هي راها دخل تشوفها، اجي دخل تشوفها. ها هي اللي منعات. صارت كلها مشات. اش قلنا على هاد الخسائر وهاد الشيء؟ هاد السيدة هادي راه تسدات عليها الباب، حيت لما دخلوا من الباب ديال الكراج تسدات عليها الباب وهي الداخل. راه حتى جاو الناس عاد حلوا عليها. قال لك مشى لها الفلوس. اخويا راه السيدة هادي راه كنا معاها البارح، راه جات الوقاية المدنية هي اللي كيدخل من الباب وكيخرج من الباب الاخر. حنا راه مشات لي هاد السيده هادي، راه الناس اللي ضايعين ليها حوايجهم، مشات لي هاد فلوسها ومشات البارح بالليل راه كانت كتغوت كتقول لك مشى ليا فلوسي، مشى ليا الدهب ديالي، مشاو ليها الفراش، مشاو ليها الحوايج. ومن الناس اللي ضروا بزاف هاد الكارثه هادي. الجامع نحل الجامع، عندي سالة الجامع. كاين ولاد بخير، كاين ولاد بغيت نمشي للجامع نحل التسواق تمشاو ليا. وقفوها مع الناس، ولكن اخويا راه ماشي. هذا راه الانقاذ ما كان يمكن انقاذه. هذا غير هذا الشيء اللي بقى. كاين اللي بقى ليها هذه السيده راه ضاعت. ولات ازيرو هي، ولات ازيرو. هانتوما الحوايج، هذا الغيث هذا راه تحيد من الحوايج اللي طلعوهم من التحت. دابا اختي هادشي اللي اختي، دابا هادشي اللي بقى ليك. واه واه شريفه واه. دابا هادشي اللي شاط لك اختي. هادشي اللي شاط اخويا على الواد. شوف اخويا يمكن هادي يكون فيها. هذاك عامره بالحوايج. هادي هزيتيها هكا طلعتيها الفوق. يلاه طلعت انا قبيله. عكس عكس اختي، عكس 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 اختي. متتبعي قناة شوف تي في حوايج الدراري الصغار، هانتوما عامرين بالغيص. راه ما طيبش حتى حاجة. كلشي غيص. جيب لي جيب لي. شوف الزرافي اللي شوف. باش تكونوا واضحين، راه ماشي أول مرة هاد الناس هادو كيدخلوا عليهم الواد. دابا هادي المرة الثالثة وهاد الناس كيدخل عليهم الواد. حنا راه كنشدوا المسؤولين يشوفوا الحل لهاد الناس هادو قبل ما توقع الكارثه اكثر من هذا. خوات خوات شوف هادو مازال ما تصبنوا ما والو، يعني حوايج هكا كانوا البارح. هكا هكا كانوا، حتى حاجه صاحبي. هكا كان هكا كان. دابا كون جينا البارح لقاو غير هادشي. هاد الناس راه مضرورين، الناس مضرورين. شوف دابا انت اش كتقولي اختي؟ اش كتقولي؟ اخويا بغيت شي معاونه ولا شي حاجه، راه ما عندي حتى فاش غادي نعس، راه ما عندي حتى حاجه، ما راهاش عندي. كتحسي براسك مشرده؟ مشرده فين غادي نمشي؟ غنمشي للباب الجامعه ولا القياده غنجلس تما، ما عنديش فين غادي نمشي. شنو غادي نفرش؟ شنو غادي ناكل؟ حتى حاجه، كلشي دا الواد. ارماله ما عندهاش الرز. ارماله راجلي مات، ما عنديش الاولاد، شكون غيخدم عليا ولا يعطيني ولا حتى شي حاجه؟ هادشي اللي كاين. فاش كنتي كتخدمي؟ كنخدم مرة في الفران 600 ريال حتى يعني غير طالب معاش. صافي هذاك الشيء اللي كاين، ما عندي حتى شي حاجة، ما راها عندي حتى لانتريزال. خصني نوصل لانتريت، مازال ما وصلت حتى 40 عام، راه مازال ما وصلتهاش. هذا الشيء اللي كاين اخويا. دابا انت البارح كانت داركي مزيانة قبل الجوج النهار. كانت داركي غير مفرشة وزوينة. كنتي كانت مفرشة مقادة، صبحتي هاد الناس درهم ما عندك في جيبك. ما عنديش والله، ما راها عندي قسما بالله، ما عندي حتى درهم، ما راهاش عندي. واش غادي نحلف على الكذوب؟ ما عنديش. لا اله الا الله، ما عنديش. اللي كان عندي داه.
هادشي اللي كاين. دا الواد. دا الواد. شوف الواد كاريين الواد عباد الله كاريين الواد الناس اللي يحبوا. شنو سبب مشكلتهم؟ كاد الواد كي قصته. الواد راه كلشي بنا الواد بناو عباد الله اللي دار الطاحونة اللي دار الفران اللي دار البير كل واحد شنو دار انايا شدوا علينا ما عندهم لا قانون لا وراق لا حتى شي حاجة كيدخل بني انت مسكين ما عندكش باش توصل معاه ولا شي حاجه اجي تشوف اخويا الواد فوالا تحصل اه كراو الواد النهار اللي تكرا هاد الواد تكرا بشي 7 المليون ولا هو كايبان انا جيت شوف ليه دابا هذا الواد هذا راه فين حطوا هذاك الرمله ولا شي حاجه كيراو هذيك البلاصه الواد ما لقاش فين غادي يمشي تحصر تحصر الواد ودخل على المواطنين انا ضريت فوالا شوف فين غتبني انا هذا كله كان واد بنو عباد الله ما لقاش الما تحصر الما تحصل ما لقاش منين غادي يدوز ولا شي حاجه اش قلنا الشريف السيدة عياس ما تهضرش ايوا اللي بان راه الله يفاجئها داكشي اللي كانوا صافي هادشي مال الله يفاجئها هادشي مال ما بقى لينا السيدة انت ما اصبح عندها ما بقى لينا ما يتقال ما بقى لينا ما يتقال ما بقى لينا ما يتقال كلشي راه دابا بطات الزيرو هي الزيرو ما عندها حتى ما تلبس راه كلشي مشى من ربعة كنغوت للجماعة صيفطونا غير شي واحد ولا شي حاجة وتقول شي واحد حتى التالي عاد جاو شي جوج ديال من الجماعة جا الحسين وصابر وما اللي عتقوا هاد الجوج للاخر الحسين وصابر عاونوكم عاونوا بعدا ساكن عاونوا المهم اللي قدوا عليه داروا الجيران والجمعية هادشي اللي كان بعدا فلتونا حنا في بوحبل ديالنا ماشي حاجة أخرى راه ما بقات ليا حتى شي حاجة حتى حاجة ما بقات ليا وكنحسب ليا هكا والله وكنتحرت لا لا والله وكنحسب ليا هكا أنا ما حسبليش داري مشات كاملة لا صافي الله لا حاجة لا ما حسبليش الدار ديالي مشات ليا ما يكون خير إن شاء الله شوفوا واش ضربوا شوفوا أي ناخذوا فيديو مع هاد السيدة قناة السيدة قصة مؤثرة هاد السيدة بعد ما كان رزقها وفلوسها وذهبها هنا هي ما كتقولش بأنها تشفلها ولا ولين يدخل الواد فاش خرج أدى كل شيء السيدة كانت صحة سلام عايشة مزيان المسائل ديالها مزيانة لكن كتصبح حتى فلوس التيد ما عندكش لا والله ما عندي جابوه الناس دابا كخصكي تيد حتى فلوس التيد ما عندكش تيد والله إلا الناس اللي فرضوا مشاو جابوه باش كيسبوا عباد الله قصة غريبة ومؤثرة غادي نشوفوا الديول الأخرين مسببين شوفوا هاد السيدة وهادي كما كنقولوا العين نظيرة واليد قصيرة دابا نتوما كجمعويين حنا كجمعويين الاجتماع ديالكم يدير حنا كجمعويين كنواسيو هاد الناس ما عندناش الامكانيات باش نعوضوا على هاد الناس ولا ولكن كنوقفوا معاهم الحاجة الوحيدة اللي درنا لهاد السيدة هادي هي خرجناها من الدار وخوينا ليها الماء من الدار الحاجة الوحيدة اللي قدرنا نديروا لهاد السيدة هادي هاد السيدة هادي اللي طلبت شي مطلب ولا احتاجت شي حاجة بما غاتتصل ليا هي كتصب الله سبحانه وتعالى بالنسبه حنا كجمعيه ناجحه ولكن الراس المال ديالنا راه ما كيتجاوزش 500 درهم هاد الجمعيه هذه 10000 ريال راه ما كايناش ما عندنا لا موارد ديال الجمعيه ولا منين ندخلوا شي حاجه ولا هاد الناس هادو الحاجه الوحيده اللي كنديروا معاهم هي كنواسيوهم بالهضره وكنصبروا ولكن خصكم ديروا شي لجنه اليقظه انكم تسولوا فيها مره تقدر تبغي تاكل تقدر تبغي تعاون يعني دابا هاد القضيه بالنسبه لهاد الشيء هذا الحمد لله كنهضر معك كنهضر معك واحد كيبغي بول انا حاسس بك كتبغي بول بالنسبه لهاد القضيه هذه الحمد لله المواطنين هنا راه ما غاديش يبخلوا عليها بشي حاجه بالنسبه للماكله داك الشيء اللي غيقدوا المواطنين بلا الناس ديال الجمعيه المواطنين البورد الناس كرامة حاله نفسيه راه كتحتاجوها انت كتشوف راه كاينين مع الناس هنا الناس محافظين راه ما نقدروش ندخلوا باش نصوروا العيالات الناس راه كتعرفنا هاد السيده هادي صورات حيت هي من المتضررين الله يحسن عون بالنسبه للناس راه كاينين الناس هنا اللي واقفين كاينين عائلات اللي واقفين والجيران اللي تا هما من المتضررين مع ذلك كيجيو يواسيو بعضياتهم هذه هي الحاله الوحيده اللي قادين عليها اخويا اخويا كيجي الواد كيديهم كنشوف فيهم اش غادي دير والو انا حسب لي ربي بدا الواد صافي طحت انا واحد قال لي الا ما ردانيش الواد حتى لهنا الدار حتى لهنايا ما صافي دابا انا اصلا خصني نمشي للطبيب المشكل كاع الناس اللي واخا مدرين عندهم مدخول ما هادي ارمله ما عندها منين دخل هادشي الراجل ديالها مات ما عندهاش غير الله سبحانه اللي عنده
ما عندهاش. الله والله الا الصاله كنت كنخدم كنخلصها بشو كنخدم في الفران وحق الله الا ب 600 ريال من 30 درهم 30 درهم كنخدم في الفران حتى ل 5 ونص ديال صباح كندخل للدار كندخل للطايبه 600 ريال وكان فوقاش كتبداي كنبدا مع شي 12 ولا الوحده كل 12 دليت الصباح على 600 ريال اش غادي 600 ريال واش غادي تمشي دير اخويا غاتمشي تزناقي راه الله ومن 600 ريال وتجلس في دارك بعدا تحط محتار ايوا لا لا كنتي غير القهوه ما غاتكفيكش غير القهوه ما غاتكفيكش 600 ريال ما غاتكفيكش بعدا ملي كان كيكمي هذيك 600 ريال وكان ما مشاوليهاش الحوايج ديالي وكان راه مزيانه ليا ولكن شحال باش خصك باش ترد الحوايج شحال ولكن المشكل اللي عندنا حنا هو الجماعه ملي كيشدوا الزناقه يدوهم وما كيمشيوش باش اللي كيبني ما يخليهش يسد الزنقه وما كيشدونا الزناقي دابا زناقي ما عندناش شي زنقه خارجه حنا ما عندناش شي زنقه حنا خارجه الواد ما عندوش فين يكب ما عندوش فين يكب حنا عندنا كارثه هنا في بولد كارثه علاش كل قال كارثه مسؤولين الجماعه صحاب الجماعه عطاه الرخصه باش يبني غير يراقبوا يخلي الزنقه تخرج للواد اخويا خصو يخرج شي قرار حنا عندنا كارثه وهاد البلاد هاد البلاد هنا كانوا المجاهدين موت لا تموت عندك تيجي وسلي اكلون بولد تاريخ ديال بورد هنا كانوا الناس الاحرار دابا اش غنقول لك وما شاء الله الله يخذ الحق الله يخذ الحق اخويا الله يخذ الحق كنبدلوا في الجامعه نديروا نقول نحيدوا هذا نديروا شي واحد اخر نفس المشكل هذاك المغرب كيسقوا به مره من الاول حتى للثاني السبع كرام شوفوا ديال الاخرين يلا معنا خصني نشوفوا انا كتقطع الكونيكسيون تبع الباشي عندك طيح؟ لا ضغلي 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 متبعي قناة شوف سي فيها انتم كتشوفوا اجواء غريبه في هذا الجهاد بول السيده انتم كتشوفوا الاسباب بالنسبه للاسباب اخويا اللي كتجعل هذا الوادي يدخل لهنا راه متعدده اول الرئيس الرئيسي السبب الرئيسي ديال هذا الشيء راه جاد الله نقولوا جاد الله الحمد لله ولكن سبب عديد ديال الاسباب اللي كتسبب في هذا الشيء اولا كاينين الناس اللي سدوا الزناقي اللي كيخرجوا للواد ثانيا الواد تعمر بسبب ديال السد والسبب ديال القنطره اللي كاينه هنا ولات كتشد الرمله هذه الرمله الواد ولا ديفو ديال الواد ولا عالي على الفيلاج راه خاص الفيلاج تحقر ديك الساعه الفيلاج تحقر راه كنطلبوا وكنشدوا من المسؤولين خصهم يديروا حيط وقائي معلومات اللي كتهضر باللي لا كاين ذاك الحيط في الوجود ولا كاين في الكواليس ولكن ما خرجش الوجود كنهضروا على ذاك الحيط وكنحملوا المسؤوليه للناس ديال التجهيز وزاره ديال التجهيز كنحملوا ليها المسؤوليه كمواطنين راه خصهم الحيط وقائي ديال الفيلاج والحيط خص تكون فيه اكثر من 700 متر حتى الدار من المتضررين وكما كنقولوا ديما راه الناس هنا محافظين راه ما تقدرش تصور داك الشيء اللي كاين راه انا كنقول لك الناس هنا راك عارف ما تقدرش الصدمة كبيرة وراه الصدمة كبيرة الصدمة راه كبيرة راه الناس الدراري صغار وهذه وانت كتشوف الناس راه تخلعوا انت ها هادو راه كاملين متسبعي الكلام انتم كتشوفوا مسائل كاع الديور انا شفتهم دابا على برا كاع الديور ما كلشي توسخ انتم كتشوفوا يعني كلشي ضاع كلشي توسخ وهذه صالة الى عين شوفها واه صالة هذه الصالة مشات كاملة هذه الصالون هذا كم قبلها كان بزاف وكان نهضروا على الديور اما الى جينا نهضروا على الناس ديال الدواور والناس اللي عندهم الديور ديال التراب موضوع اخر هذاك راه كاين اكثر المخلفات راه كبيره وكبيره بزاف راه كنهضروا الناس خسروا المحاصيل ديال الفلاحه وهنا الناس كيعتمدوا على الزيتون راه خسروا راه الشجر ديال الزيتون راه السيمانه اللي فاتت راه كانت تبروري البارح راه كانت غير شتا راه جرفات كلشي ودات كلشي كنشدوا المسؤولين يشوفوا من حال هاد الساكنه هادو وشكرا متتبعي قناه شوف تي في قصه غريبه هاد الناس من اختي
ها الواد اللي دخل لينا. بعد هو البلاصه ملي دخل الواد. من هنا ومن هنا دخل من هنا ومن هنا، راه الواد السيد كان بنا الحيط ملي راه راب هذاك الحيط. هاد السيد هذا ملطح ونت كان دار الحيط. هذاك الحيط طاح ودخل الواد من هنا ودخل من هنا. هذيك جهه ديال الواد مشاو كراوها، كراو الواد حطوا تما السلعه هو اللي فرعنا، ما لقاش الماء منين غادي يخرج. الماء تحصل دخل على المواطنين، كلشي شي كاري الواد، شي مبني الواد، كل واحد المهم اللي خلط على شي حاجه عنده الماده راه كلاها الفوبري اللي كلاها بحالنا حنايا، حنا اللي كليناها، ما اللي عنده منين راه مزيانه ليه. متابع قناه شوف تي في. غدا غتكون شي عندك دخلت ما غاديش تسلك. اجينا السيس عندك تسمى تما الغيص. انت هو اللي جيتي فراس الواد كما كيقول. عندك كا من هنا دابا انت اللي جيتي. واه هادي دار الاخت، دار الاخت. شوفوا كل شيء داخل، كل شيء فهمتي. كتعرف نتمنى النيفو ديال الماء فين كان. ها النيفو ديال الماء على الحيط راه تقريبا راه فايت متر على حقاش كاين الحيط. عندك بابا عندك